متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الإعلامي هشام بوخفة يقصف فنانة طلبت منه المال مقابل مشاركة في برنامج الخيري فيها خير في هذا المقطع. تخيلوا أنه طلبت مقابل مادي باش تجوز في برنامج فيها خير. تخيلوا حجم البشاعة كممثل يطلب مقابل مادي باش يجوز في برنامج كما فيها خير. تخيلوا أنه إنسان يطلب مقابل مادي باش يجوز في برنامج نعاون فيه خالتي سعيدة ولا سعاد ولا خالتي مليكة ولا رابح ولا أي واحد من هاد الناس. تخيلوا في الوقت اللي... وبعد تصريح الإعلامي هشام توجهت أصابع الاتهام إلى الممثلة الكوميدية نهلة تيفي لتوضح إلى جمهورها في هذا المقطع. الإعلامي هشام عاد نشر مقطع نهلة وكتب لا نهلة ولا نوميديا ولا هيفاء. حسب رأيكم من هو المخطئ، هشام بوخفة أم الممثلة التي طلبت المال مقابل مرورها في البرنامج الخيري؟ ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.